في مسألة القصر الجمهوري الجديد، القصر الجمهوري الجديد لحسني مبارك. هذا الكلام ذكره هو السيد حسني مبارك في لقاء مع مجلة المجلة. هذا القصر لم يكلف خزينة الدولة مليما واحدا، لقد جاءتنا 17 مليون جنيه هدية، لن أقول على الجهة التي أرسلتها لنا لكنها هدية. عندك أي معلومة عن هدية القصر الجمهوري من وين أتت؟ أظن أنها جاءت من سلطان قابوس من عمان، يعني في أرجح هذا لأنه الذي كان معنيا بدعم القصور الجمهورية، لأنه كان دائما يعني يقول نحن لسنا دولة بترولية غنية، ولكن سوف نحاول توفير 50 مليون دولار لمصر للإنفاق على بعض هذه المظاهر على دفعات، فكان كل سنة يبعث مثلا 10 مليون دولار إلى آخره. أتصوري هو هكذا.